24 جهة هذا انبثق من هيئة إدارية قطاعية بإشراف الأخ الأمين العام المساعد أخ فايد حويس فتبعت الحال مش يكون وهو إضراب الاتحاد العام التونسي للشرطة. اليوم هذا الإضراب كما شفتوا الناس ماهيش طالبة مستحيل ماهيش طالبة أسياء مازر طالبة نظام أساسي لتنظيم العلاقات الشغلية بينهم وبين الدولة كمشكل وعندهم بعض الأحكام القطاع الكلي اليوم أكثر من 5 سنوات وهو في الرفوف هذا القانون. استغرب من هذه الحكومات والماشي بالتسويف قطاعات كالصحة وغير الصحة ويقولوا الاتحاد ما هي شهوة الإضرابات يا سادة أرانا نوصلوا بالستة بالسبعة بالثمانية بالعام بالعامل وبالخمسة سنين المركزية النقابية القطاعات راي تتفاوض كل وزير يجي يصح ويمشي على راحه يجي من بعده بالكلام في بليش كما نحن المستشفى الجامعي السيدة الوزيرة اللي كانت قبل بعد ما عملنا اجتماع وزاري كنا حاضرين فيه بطلب الاتحاد الجامعي للشغل باجة ولي الجهة كل الأطراف وهي أعلنت رسميا على مستشفى جامعي بجهة باجة وقالت راو الدولة التونسية هي مش تبنيها ب 220 مليار والتراب موجود وبالنسبة لصبغة صبغة الأرض رئيسة هي من هنا 3 شهور من الدراسات هذه الأطراف الكل الناس كل قلب بعد تجي وزير اخر مازلنا ما قابلناهوش للامانه باش ما نحكموش عليه اليوم ما نعرفوش وين ماشي المشروع هذا وزاد في بالكم شنو اللي صار ربي يرحمهم من عمهم وليداتنا وبناتنا الشهداء عمدون بعد الحادث اللي كشف جاء رئيس دوله بيديه وجاء رئيس الحكومه بيديه وجاوا شافوا الوضع وين ماشيين به باش على جهات اخرى علاش بالله كلينيك كي يعملوا مصحه ويبنيوها تبقى 6 اشهر ومستشفى يبقى 20 و30 سنين هو يكركر علاش لانه ضرب القطاع العام وهنا شفنا في وباء كورونا وهنا شفنا الوطنيين شكون هما بقى كان القطاع العام كان مش مستشفيات وكان مش اعوان الصحه في القطاع العام الشعب التونسي شر رومات وهم اللي نقذوه هذاك من الجنود اللي التوى كل حكومات المفروض اليوم نكرموهم المفروض اليوم نعطيهم ورده ورده اليوم نعطيهم دبل بي اقل شيء اليوم نقول لهم لا انا ما عندكمش حق في القانون الاساسي ورانا رافضينكم هذه هي تونس اللي نحبوا نوصلوا بها وهذا يقولوا الاتحاد راهو كذا الاتحاد قوه خير الاتحاد يشبه دائما وابدا كل ما انسان جاء مش يفسد في تونس يتفضلوا اخر شيء رئيس الحكومه في بالك مش كان عندنا راح تقول مش ينقص في اجور الموظفين ثلاث باللوبيات وتعرفوهم واحد واحد 54% اليوم اقتصاد موازي كيفاش تحبوا تقدموا وانتم كل مرة وانتم جايين كان على العريان نحي من القليل الوقت اللي غنيه بحيث الأمر يحير وربي يستر تونس في الآخر ما نقول واحد شيء واحنا الاتحاد رانا قوة خير قوة تفاوض واحنا بحول الله النقابيين والشعب التونسي هم مش نقطة تونس.